الموضوع يا كابتن سيد. الحمد لله حبيبي، الف الف مبروك. يعني طبعا يعني ما باركتلكش بشكل شخصي، ولكن دوري جميل جدا ودوري رائع، وكل اللاعبين يستحقوا كل التحيه، كل الجهاز الفني، ولكن كابتن سيد عبد الحفيظ الحقيقه عامل دور كبير جدا 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 خلال الموسم. انا عارف ان انت ما بتحبش الكلام ده، ولكن هذه هي الحقيقه. كابتن سيد عبد الحفيظ ودوره الكبير الحقيقه خلال موسم بالكامل، استطاع في نهايه الامر ان هو النادي الاهلي يفوز بالدوري العام من وجهه نظرنا يعني، او من وجهه نظر الناس مبسوطه بيه، لانه كان دوري صعب جدا يا كابتن سيد. الحمد لله، طبعا الحمد لله رب العالمين، زي ما انت شرحت وقلت يعني وصفته. الحمد لله كان دوري مستحق لينا جهدا وتعبا وتنظيما واداره وفكرا وصبرا وكل حاجه. الحمد لله رب العالمين، دايما المباريات والبطولات الكبيره والبطولات اللي هي يعني بتمر بمراحل كبيره في الاسلام بيحصل عليها الافضل، مفيش كلام ومفيش هزار. عشان كده هتلاقي الدوري هو الاهم في كل الدوريات الكبيره والبلاد الكبيره وحتى البلاد الصغيره، الدوري هو الاهم. لان انت بتمر بمراحل كبيره قوي، بتمر بمنافسات مختلفه، بتمر باوقات عصيبه، عكس السوبر او الكاس دي بتعتمد على ظروف مباراه او احداثها، لكن البطوله الاهم هي بطوله الدوري. الحمد لله رب العالمين يعني خدناها بشكل كويس جدا، وقدرنا ان احنا نتفوق بفرق 8 نقاط يعني بعد ما كنا متاخرين في بدايه الدور الثاني تحديدا ب 8 نقاط. فالكل مشارك في التعب ده، الكل مشارك في النجاح ده، من اداره وبدل ولعيبه وجهاز ومنظومه كامله واداريين وعمال وقبليهم كلهم جماهير النادي الاهلي. تمام، خلصنا الدوري يا كابتن سيد. دايما النادي الاهلي كده، سلو بلدنا كده يعني، دايما النادي الاهلي خلاص البطوله خلصت، تاني يوم يقول لك شكرا، خلينا بقى نفكر في البطوله القادمه. النهارده كان من المفترض ان احنا هنبدا بطوله جديده من خلال قعده عملها، انا ما اعرفش القعده رسميه ولا مش رسميه، ولكن انا هتكلم اللي انا اعرفه. يعني كان النهارده في قعده في اتحاد كره القدم مع رئيس لجنه المسابقات، وتم وضع بعض الامور. لو حضرتك تقدر تشرح للناس ماذا حدث في هذا الموضوع. اولا هي رسميه طبعا بدليل. طب الحمد لله، الحمد لله على الانديه على مستوى الانديه، وعلى فكره هي حاجه ايجابيه جدا الحقيقه. طبعا يمكن من فتره طويله جدا قريب ما بدان يبقى في مقترحات او في رؤيه وجهات نظر، استفسارات، حاجات معينه للموسم اللي جاي، وجهات نظر مختلفه من كل الدوري، كلهم ناس محترمه وكلهم ناس اصحاب افكار كويسه، وكل ده بفكره على فكره بتكون حقيقه. نعم، لما بتبقى عندك فكره وانا عندي فكره مع تطويرها ولا حاجه بتبقى حقيقه مستقبليه، وده حاجه شيء ايجابي جدا. الكل كان موجود والكل كان حريص ان هو يبقى موجود، تقريبا كل الانديه الدوري الممتاز مع وجود حاج عامر حسين رئيس المنتدبات والعميد ثروت سويلم كمسؤول عن الاتحاد والراجل الاول في الاتحاد في الوقت الحالي، والاستاذ وليد العطار المسؤول عن شؤون اللاعبين. الكل اتكلم باستفاضه، الكل اتكلم وجهه نظره، وكل اتكلم على رؤيته وشكل الموسم اللي فات وما كان فيه من احداث الموسم الماضي. اعتقد انها كانت ايجابيه جدا، اتكلمنا في حاجات كثيره قوي، الكل كانت عنده مساحه من الوقت ان هو يطرح وجهه نظره وافكاره. احنا كنادي اهلي مع النظام، مع اللوائح، مع القانون، حتى لو احنا كان متضررين في بعض الاوقات من ده بمشاركتنا الافريقيه وسفرنا وتعبنا في السفريات، لكن احنا عايزين يعني دوري، عايزين يبدا من يوم واحد وينتهي، او الاسبوع الاول وينتهي في الاسبوع ال 34، الكل على علم بيه حتى بمشاركاتك ديت. اتكلمنا في بعض الحاجات اللي ممكن تساعد خروج الدوري بشكل كويس جدا، اعتقد ان شاء الله الرحمن لما هتطبق حتى في شكل جمالي ككوره حتى. ايوه حاجه يا اسلام، ما ينفعش ان احنا في 2020 داخلين على 2020 والنادي بيلعب بكوره ماركة معينة، ونادي كل واحد بيلعب واحد تاني بيركب سوري بيلعب بكرة اساسا مش اصلية او يعني مش موجودة على الساحة، واللوائح بتسمح بكده، فما ينفعش ان احنا نكون في العصر ده بقيمة ومكانة الدوري المصري في الوقت الحالي. يبقى في حاجة زي كده، حتى اللي اتكلمنا فيه الشكل النظام الاحترافي اللائحي ده مهم جدا، وكمان الشكل الجمالي. نعم، المسابقة. طيب هل ده هيطبق؟ ما احنا الكلام ده كابتن سيد دايما بنسمعه، والنادي الاهلي دائما ما يطالب بيه او بيطلب بيه. يعني ما احنا قلنا ان احنا عايزين ننهي بطوله الدوري قبل بطوله كاس الامم الافريقيه، ودلوقتي كل الانديه بتقول يا ريتنا كنا سمعنا كلام النادي الاهلي وكده، لكن هل الكلام ده سيتم تطبيقه يا كابتن سيد؟ وايه الضمان على ان يتم تطبيق هذا الكلام؟ مفيش ضمان غير النظام.
يعني انا لما تيجي تقول لي مثلا، انا هقول لك على حاجه بره الموضوع ده بس هي يعني شبيهه شويه. ايوه يعني واحد عنده ضمير وواحد ملتزم بالقانون. صاحب مين فيهم؟ اقول لك الملتزم بالقانون. اللي عنده ضمير يعني هتبقى راجع لضميره البحث بعد يوم بعد اثنين بعد ثلاثه، نفس البشريه تحدثه ولا حاجه، فممكن يختلف معاك ويتفق، لكن اللي فيه قانون وفيه نظام وفيه لائحه ما يقدرش يخالفها خالص. لكن بالنفس البشريه قد يوم تبقى متمسك بشيء ويوم ثاني بحكم النفس البشريه تضعف شويه، لكن انا عايز قانون وعايز نظام، عايز لائحه لا حد فيها يتكلم ولا حد فيها يعترض ولا حاجه خالص. من الاسبوع الاول كل الانديه عارفه الاهلي هيلعب امتى، ومن الاسبوع الاول كل الانديه عارفه اي فرقه مشاركه في افريقيا او عربيا هتلعب امتى. نعم. لا معتمده احنا وصلنا الاهلي وصل للدور النهائي ولا الزمالك وصل للدور قبل النهائي ولا المصري مشارك في الكونفدراليه ولا الاسماعيلي مشارك في البطوله العربيه ولا الاتحاد مشارك في البطوله العربيه ولا بيراميدز مشارك في البطوله الكونفدراليه. لا كل الناس تبقى عارفه، كل الجدول متسكت، كل عارف جدا 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 هيلعب امتى. حتى لو تعرضت ده يبقى في مكان فين مترحل ليه المباراه ديت. نعم. معتمده لما نلاقي مكان في 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 الجدول. يعني الحاج عامر حسين يعني اتكلم بشكل كبير جدا واستفاض في الموضوع بشكل كويس، والملاعب وتحديدها اتكلمنا في حاجات كتير، اعتقد ان شاء الله الرحمن في اطار ايجابي جدا يعني. طيب الكابتن سيد عبد الحفيظ، اعتقد ان نقطه الحضور الجماهيري دي اكتر حاجه مبشره خلال الموسم القادم يعني. كابتن اسلام، اعتقد بعد اللي احنا شفناه في كاس الامم الافريقيه والمظهر الحضاري اللي ظهرت بيه البلد واستضافتها في كاس الامم الافريقيه، اعتقد ان انت صعب جدا الناس اللي بعدك حتى يوصلوا للي انت وصلت له من شكل وتنظيم وحضور وحاجات جميله في كاس الامم الافريقيه. ما اعتقدش ان احنا مستعدين او مهيئين ان احنا ناخد خطوه لورا، ما ينفعش خالص كده. يعني انت بتتكلم بقى في حاجه خطوه واسعه جدا جدا لقدام، فمصممين عليها. عملت اربع سنين انا اتكلم في الموضوع دوت، ان شاء الله الرحمن يبقى فيه ايجابيه في الفتره اللي جايه. احنا اكثر نادي بنستفاد بحضور جماهيري، احنا اكثر نادي بنتضرر لما ما يكونش فيه حضور جماهيري يا كابتن اسلام. تمام. كابتن سيد، ان شاء الله مباراه الكاس مع بيراميدز هتبقى يوم 16 او 17 او 18 مظبوط؟ كان في اقتراح النهارده انها تبقى ما بين لسه اقتراح نعم لسه اقتراح يعني كان ما تبقى ما بين المباراتين. احنا بقول لك ما عندناش ازمه في اي شيء طالما في نظام هيطلع على كل الناس، يعني ما عندناش ازمه في اي حاجه. طب هيبان امتى الكلام ده يا كابتن سيد؟ امتى هتلعب مباراه الكاس طالما هو لسه اقتراح؟ اعتقد خلال يعني ال 24 ساعه الجايين يعني. طيب طمنا بقى على تدريبات النادي الاهلي واستعداداته لاول المباريات الافريقيه ان شاء الله يا كابتن سيد.